السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة معلومة مع أم تسليم. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة فيديو كارثي بكل المقاييس. الفيديو عبارة عن ايه النهاردة يا جماعة؟ في فيديو متداول على موقع السوشيال ميديا كلها. ايه هو الفيديو ده؟ الفيديو ده عن الجثث اللي اتلقت النهاردة تحت الكوبري في منطقة اسمها أم بيومي في شبرا الخيمة. واحد نازل رايح شغل الصبح عادي، ولا بيه ولا عليه زي ما بيقولوا، نزل من العربية تحت الكوبري بيبص لقى مجموعة رفات جثث، جماجم وعظم بقى، وجثث متحللة وجثث مش متحللة، مجموعة جثث كده مرمية في الشارع تحت الكوبري. مين اللي عمل كده يا جماعة؟ هقول لكم انا كده، هقول لكم كل اللي حصل. المواطن ده لما لقى الموضوع ده راح مسك التليفون وراح مصور وراح منزل الفيديو على موقع السوشيال ميديا. طبعا ضباط الشرطة اتحركوا، والمسؤولين عن الموضوع، المسؤولين في المكان ده اتحركوا، راحوا لقوا فعلا في جثث مرمية. اول حاجة عملوها جابوا الناس اللي هم المفروض مسؤولين عن الناس اللي يعني الناس اللي هم عارفين يا جماعة، اللي اسمه الحانوتي، الحانوتي اللي هو بيكفن الجثث. جابوا حبة وبقوا يجمعوا الجثث دي، وطلعوا 11 جثة وخدوهم وراحوا اول حاجة دفنوهم في مقابر شبرا الخيمة. الموضوع ايه ولا مين اللي رمى الجثث دي؟ الجثث دي يا جماعة كانت في مدفونة في مقابر صدقة في منطقة اسمها دمنهور شبرا الخيمة. مقابر صدقة يعني ايه مقابر صدقة؟ يعني الناس اللي غير قادرة، اللي معاش فلوس، ما عندهمش مقابر يدفنوا الناس اللي بتموت عندهم، فبيروحوا يدفنوهم في مقابر الصدقة دي عشان ما معهمش فلوس يجيبوا مقابر ويدفنوا موتاهم فيها، فبيروحوا يدفنوهم في مقابر الصدقة. مقابر الصدقة دي في دمنهور شبرا الخيمة زي ما قلتلكوا. استحوذ عليها بقى مين يا جماعة؟ مقاول ما عندوش ذمة ولا ضمير ولا عنده أي حاجة خالص ولا بيحس أصلا، راح استحوذ على الأرض دي وكان عايز يبني عمارة. يعمل ايه؟ راح جايب اللودر مكسر التراب ومكسر الميتين وشايل العظم بالتراب وراح رماه تحت الكوبري. ولما الشرطة عرفت الموضوع ده مسكوه اتقبض عليه، ان شاء الله هيلاقي العقاب اللي هيليق بيه، وان شاء الله لما يموت هيبتلي بواحد ياخد الجثة بتاعته ويرميها في البحر مش في تحت الكوبري يا جماعة. المقاول اللي ما عندوش ذمة ولا ضمير ده كان عايز يبني عمارة، وعشان كده كسر المقابر بتاعت الناس الغلابة، الناس الطيبة اللي ما عندهاش حتة تدفن فيها، وراح رمى الجثث بتاعتهم في الشارع عشان يعمل عمارة يا جماعة. ان شاء الله مش هيخرج من الحبس ان شاء الله بإذن الله، وان شاء الله لما يموت زي ما قلتلكوا هيترمي في اكثر مكان زي ما عمل فيهم. طبعا اكرام الميت دفنه، ومحدش يعمل كده في موتاه في, 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 في حد ميت يا جماعة. الفيديو انا لما سمعته اتضايقت وحبيت اشاركه معاكم. يا رب الفيديو يعجبكم، وقولوا رايكم يا جماعة في التعليقات على الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.